تفوتوا على الاولى هذه هي الثانيه كتفضح بالملموس. شكون هو هذا الرئيس؟ لو انه كنتو كتكذبوا ما كانش يزيد لكم هذا التشويش هذا. بصح هذا دليل على اننا موقفنا موقف صحيح، موقف ديالنا موقف صحيح. هادشي كنقولو هو الحقيقه. سي عبد الله فهيم تفضل. اولا بعدا خصكم تعرفوا بان هذا السيد هذا راه كي بحالو كي بحال حسني مبارك، كي بحالو كي بحال زين العابدين المعني، جابو بلطجيه. هادو البلطجية لو كان يعرفوا اش كيسوى هذا الرئيس لو كان ينضموا معنا. وهو كيت بالملموس وهو كيكتب المحكمة بأنه سجل 287 إلى حد اليوم 287 محضر. صفت الناس اللي بناو السجن، هذا اللي غيدافع على المواطنين. واش هذا اللي غيدافع على المواطنين؟ حنا كبرناها لكم وغادي نتصلوا بها. ها هي كيصيفطها تيقول لكم بنيو في نفس الوقت، في نفس الوقت كيصيفط المحكمة. شفارة وكلهم ولاد الحراس وكلهم عصابات، عصابات في الدوار، عصابات في المركز. وكنحردهم وكنعرفو حقهم وكنضمو معانا. كاينة I'm gonna go.
داكش اللي كتب. بادرنا هذاك اللي كتب المحكمة إلى حد الأحوال الجماعية المحلفين على الإجراء بضبط المخالفين ومخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المرتكبين بأقصى ما يمكن من السرعة. هذا راه كيحركم، هذا راه كيحركم. لقد باشرت المصالح الجماعية عملها حسب ما توفر بها الإمكانيات وحررت ما يفوق 287 محضر للبناء بدون رخصة و 59 محضر للتجزئة غير مرخص، وحيات كلها في حين على جنبهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. كما أن مصلحة التأمين وفي حدود الإمكانيات الموفرة تواصل جهودها المكثفة لمعالجة جميع مخالفات التأمين وفي إدارة منظمة مراقبة منظمة للبناء بالجماعة وتحرر المحاضر. هذا كيحرر عليكم محاضر. هذا رئيس الجماعة هذا؟ واش رئيس الجماعة هذا؟ جاوبوني. وين ترك الملاكين؟